العصري لسوريا التي أطلقتها حركة شباب شد الهمة التطوعية. قام شباب الحركة بزيارة حماة الديار في قرية بيت حليبية بريف اللاذقية لمعايدتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك. في أرض لا تتسع للحق والباطل معا، ولأن الباطل استل سيفا ليذبح الياسمين ويشوه الربيع ويحيل وطنا كاملا إلى دمار وحرائق وخراب، ولأن للحق رجالا استلوا سيوفهم ليزودوا عن وطن أراد الباطل أن يغتال فيه الأمل، فكانوا هم الأمل، حماة الديار، رجال الله على الأرض. أنا صار لي سنتين ما شفت أهلي، وهدول الشباب أجوا لعنا مثل أخي وأختي وكلهم بعدهم مثل أهلي. كثير انبسطنا بخدومكم وارتفعت المعنويات هلا، وحسينا أنه الوطن كلنا أهل واحد. أنا لما شخص بيجي لعندي بمكان القتالة وبيقول لي كل عام أنتم بخير بشهر رمضان أو بالعيد، أنا بوصل لي شعور أهلي. نحن مشكرين كثير ونقول كل عام أنتم بخير والوطن بخير، وإن شاء الله رح نضل ندافع ومصممين لحتى تتحرر آخر شبر من هذه الأرض. تحت راية النصر لسوريا انطلق شباب شد الهمة التطوعي ليزوروا جنود الجيش العربي السوري في كافة مواقعهم العسكرية غير آبهين بمخاطر الطريق، فنبالة الهدف تستحق المخاطرة، وهو إيصال رسالة حب ووفاء من أبناء سوريا إلى حماة الديار في رمضان الخير. طبعاً هي زيارتنا 17 اللي عم نقوم فيها لعناصر جيشنا، وجد خلال شهر رمضان المبارك اجينا نقول لهم كل عام وانتم بخير ونقف جنبهم، في منهم كثير صار لهم زمان ما شافوا اهاليهم. بهدول الزيارات ادركنا وايقنا وامنا انه هيدا الجيش السوري ما بيشرب الا عقيده وحده، هي عقيده حب الوطن، وما بينام وما بفيق غير على هدف واحد هو حمايه هيدا الوطن. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم رجال الوطن، كل عام وانتم نصرنا القريب والقادم. في بيت حليبيه كانت واحده من هذه الزيارات امضى خلالها حماة الديار استراحه محارب مع هؤلاء الشباب ليحملوهم رسائل الى اخوتهم في الوطن بأنهم صامدون حتى النصر. لأخبار الدنيا ريما راعي اللاذقية. يواصل